بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله النهاردة هعمل معاكم العدد ومدلوله من 1 لحد 5. سهل خالص. الخامات معايا مقص، ومعايا شمع مسدس الشمع، ومعايا فوم، ومعايا قطعة جوخ، ومعايا شرايط علشان أعمل بيها الإطار وهعرفكم إزاي تعملوه، ومعايا الأطقم طبعا مطبوعة وهقصها، ومعايا فوم اللي هو بوخ اللي هو هستخدمه للكفر بتاع اللي هحط عليه في العدد، وهيبقى تحت منه المدلول. وطبعا الفوم هعمل بيه أشكال هندسية بتعبر عن المدلول العدد. أول حاجة هنعملها معايا هنا ورقة أعمال وكاتبة عليها العدد ومدلوله، هحطها فوق بالشكل ده وهسيب فاصل. هجيب مسدس الشمع بالشكل ده وهلزقها في النص، تمام، هلزقها في النص تبقى بالشكل ده عدد ومدلول. بعد كده هجيب الكفر عبارة عن فوم قطعة مستطيلة، هي هقطعها مربعات صغيرة بحيث تبقى بالشكل اللي هوريهولكم ده. كده هقطع 5 بحيث يبقوا هما الكفر واحط عليهم العدد وتحت منه المدلول. هقطع الباقي كده، انا قطعتهم 5 و3 و4 و5، هلزق كل واحد بالشمع كده، هيبقى مكان عنوان هنا وهنا رقم 2 سطها، وبعدين هحط 3 هنا في النص، حطيتها بالشكل ده بالشكل ده بقى هما 5 بالشكل ده. حط عليهم بقى العدد، حط عليهم الأعداد. معايا أرقام طبعا مطبوعة اهي، هقصها بالشكل ده اسويها. بس كده يبقى بالشكل ده. هجيب كل الأرقام معايا طبعا قصتهم، ادي 5 ادي 1 3 ادي 4. هجيب مسدس الشمع وألزقهم بالشكل ده.
كده. بعد كده هنعمل بعد ما عملنا العدد ومدلوله، بعد ما عملنا حطينا العدد على الكفر، هنعمل مدلول العدد. انا بفضل هنا هعمله اشكال هندسيه عشان اهو يعني هتفيد الطفل شويه. انا هعمل مثلا رقم واحد نمبر 1 مثلا، هنعمل دايره، نعمل دايره بالشكل ده وهنقصها كده. كده ادي الدايرة، نجيب المسدس ونلزق مدلول العدد. ماشي. بعد كده هنجيب مثلا مثلثات ونحطها كده بالشكل ده، مثلثين. بعد كده هنجيب مثلا نمبر 3 كده، شكل كده، ونكمل بقى. نحط بقى المربعات، نكمل بقى. ممكن برضو على أساس الألوان برضو. هنا كمان عملنا نص كده. بعد ما خلصنا وحطينا المدلول، هنعمل الاطار بتاع الاطار، اطار كده يعني حاجه بسيطه كده. ممكن نعمله بالستان، ممكن نعمله بالفوم، ايا كان. انا هنا هعمله بالفوم، حاجه بسيطه كده. هعمل خط مستطيل طويل بطول الفوم وهقصه، واقصه بالشكل ده. اهو ادي الاطار بتاعي اللي هحطه بالشكل ده. هنجيب بقى الشمع وألزقه كده، يدي بس ايه منظر، بدل ما تبقى الوسيلة بتاعتي مفيهاش حاجة تحدد الشغل. بعد كده هجيب كمان واحد العادي. نجيب الجنب الثاني هو إطار كده، حاجة بسيطة يعني، مش في شغل ولا حاجة. لو عندكيش مثلا ستان تعمله يكون عادي.
بالشكل ده بقى عندي هنا نمبر 1، عندي دايرة، عندي 2 مثلثين، عندي 3 ثلاث مربعات. طبعا في الالوان برضو عندي برتقاني وعندي احمر وعندي اخضر، وهنا برضو مربعات بس لون البينك، وهنا 5 مستطيلات، مستطيلات برضو بتعبر عن رقم 5. وبكده تكون خلصت الوسيلة بتاعتنا عن العدد ومدلوله، حاجة بسيطة خالص وسهلة ومفيهاش أي شغل كتير ولا حاجة، بالشكل ده بالشكل ده. وبرضو الإطار بتاعنا بسيط خالص وحاجة كده بسيطة، ودي عبارة عن العدد ومدلوله.